الو، في الو ولا ما في الو؟ ليه ما فيش الو؟ قول الو. ما هيك الو. عادل امام اسمك يعني ولدك اسمه امام يوسف؟ ثلاثة الامام يوسف. ثلاثة الامام يوسف، ما شاء الله ما شاء الله. هذا يوسف. هذا يوسف. في الو. طبعا بالشروط والاحكام بشان تكونوا بالصوره، بالشروط والاحكام لما بتبعتوا بالحلم وصارت معنا مليون مره، نتصل باحد ما برد، فبنضطر نسحب حدا جديد لانه نحن اليوم سحب المليون ما فينا، مضطرين نسحب حدا جديد ما رد. ما عم بيحاولوا كذا مره، مره واحده بدكم اياه نرد، نرجع نتصل مره ثانيه يا ريت. يلا ها، عم نستنى احنا، بنعطي لاخر نفس انه نحاول نتصل، اذا ما رد مضطرين نسحب احد جديد. تصور انه واحد في الصبح يقول لك انا عندي رقم مست كول بمليون دولار، ده ما في حد. ها، مش ما عندنا وقت، لانه اعطونا حد جديد عم بيرن بس ما عم بيرد. الوقت دلوقتي كم بالساعه بمصر يا كابتن؟ 12 يعني بكير لسه. 12 ها، رد ما رد. نسحب حد جديد. يلا ها يلا نتصل بواحد تاني. مستعجل مخرج، روقي شوي، شغلة فيها مليون دولار. يلا خلينا نسحب، ما بضل وقت إلا إذا بتجيبوا وقت. يلا نسحب واحد جديد. شايفين شو بصير؟ نحن ما بنعرف مين اللي بفوز، لا بنعرف مين اللي ها شو خلاص حاجته ولا يا شباب ما فينا نضل للصبح. شو تعرفوا يعني المسألة صعبة أخلاقيا، نحن عم نفكر إنه عم نحاول ندق إنه هي أكثر من مرة، عادة بنتصل مرة واحدة بس لأنه الجائزة مليون دولار. تعرف يعني مليون دولار؟ يعني خلاص خلاص الواحد يروح ويترك، وإذا متغرب بيرجع. مرة فاز معنا واحد مصري كان رايح يقعد في عمان 15 سنة، قعد شهرين، فازوا بالفلوس وراحوا فتحوا صيدلية في 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 مصر وخلصوا. ألو، ما في ألو؟ ما أعطونا واحد تاني. طيب يلا يلا واحد جديد. يلا يوسف، ليش عم تزقف يوسف؟ آه يلا أعطونا واحد جديد. طيب أعطونا نشوف. يلا يا شباب، شايف دائما نحن بيصير عنا أكثر من مرة، سحبنا أربعة أشخاص، ثلاثة ما ردوا، واحدة كانت عم بتتابع عم بتقول خلص راح الحلم، راحت قام سبحان الله الله أعطاها الحلم. فما منع ممكن واحد فيكم يا جماعة، ممكن أي واحد، لأنه أرقامكم كلها هون، عرفتوا كيف انتوا؟ بس لانه هذه بدها شغله كمبيوتر فلازم يعملوا له هلا ريفرش. شو صار معكم يا شباب؟ يلا تايم. طيب يلا ها، شو عمي خميس؟ ها تنتظر ها. طيب عندكم فضول تعرفوا شو في عندكم بهالظروف؟ مش هلا، شو في هال، لا تفتحش بقى مش دلوقتي ابن الشامي، مو هلا. يلا يلا صاحب جديد يا جماعة، خلينا نشوف تتوقعوا منين. أول واحد كان مصري، حنشوف. يلا بسم الله، يا رب يا رب يا رب. إحنا دائما واحد بيقول لك إنه يا ريت اللي يربح يكون بيستاهل، لا أنا برأيي أي حدا شارك فهو بيستاهل يربح. إحنا 964 عراق، 964 صح؟ كمان بالعراق هلا بجوز 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 يرد وبجوز ما يردوا، لأنه بالعراق كمان في ان شاء الله تكون الكهرباء الامور منيحه. طيب الو، وين المايك تبعك موجود؟ المايك نديه للاخ السوداني. ها خليك قاعد، خليك ها. شو رايك انت لو كنت صاحب المليون ودقينا لك وما رديت وفقت الصبح؟ عاجبني انه حك رياضيه والله. لو جاك معك مليون انا والله انا كان لي صديق مريخابي، فانا مريخابي. انا رئيس رابطه المريخ الامارات الشرقيه. والله سبحان الله، مع انه معظم الناس هلالبين. في الو، منقول الو؟
عم بيرن. سمعونا سمعونا الرنه يا شباب. الو الو مرحبا. مرحبتين. اهلين بهالعين، نتعرف على الاسم. مؤيد. مؤيد شو؟ صائب. صائب؟ نعم. مؤيد صائب بس ولا في شيء كمان؟ عبد الغني. عبد الغني. ليش عم تعطيني اياهم بالتقسيط؟ مؤيد صائب عبد الغني، منين يا مؤيد صائب عبد الغني؟ من بغداد استاذ. والنعم والنعم، انا مصطفى الاغا من ام بي سي. تريليون هلا. ما سمعت. تريليون هلا، شو تشتغل يا اخ مؤيد صائب عبد الغني؟ متقاعد. متقاعد. عندك اولاد؟ نعم. كم ولد؟ ولدين وبنت. الله يخلي لك اياهم، كبار صغار، انت يعني متقاعد يعني فوق أفضل. فوق الستين ما هيك؟ نعم 62، الاولاد يعني 39 37 31. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كلهم بيشتغلوا ولا كيف؟ اثنين يشتغلون وواحد ما يشتغل. اثنين. نعم. انا ايش كثر احب اللهجه العراقيه برايك والعراق؟ الله يحبك واحنا بنحبك استاذ. الله يخلي لي اياك. مؤيد شو كنت تشتغل بالحياه العامه قبل ما تقاعد؟ انا كنت طبيب اسنان. طبيب دكتور ما شاء الله ما شاء الله. طب ليش بعد بدك حلم؟ يعني طبيب واولادك بالثلاثينات، شو كان بدك شو حلمك؟ والله حلمي يعني علاج زوجتي. خير. يحتاج الى علاج في انجلترا. خير. الو دكتور مؤيد. نعم. مالها خير؟ مالها المدام مالها؟ والله يعني عجز في الحركه، يحتاج الى يعني علاج مستمر. يا سيدي الله يعافي. الحمد لله. الله يعافي لك اياها يا رب، وان شاء الله هيك يا... الله يعطيك الصحه يا الصحه والعافيه. دكتور مؤيد معك جواز سفر؟ نعم. معك جواز؟ نعم اكيد. عليك. نعم. فيك تاخذ فيزا لانجلترا؟ قول ان شاء الله. يا دكتور مؤيد صائب عبد الغني من بغداد. نعم. طبيب متقاعد. نعم. قبلي ثلاثه ابناء، زوجتك مريضه الله يعافي لك اياها، حلمك تعالجها في انجلترا. ألف مبروك عليك المليون دولار. مليون دولار 2021 نختتمها بمليون دولار لك. الله يبارك. تريليون شكر لحضرتك والام بي سي، اداره الام بي سي. اشكر فضلك اني شاكر فضلك. الفضل لرب العالمين يا دكتور، وللحلم اللي حقق حلمك مليون دولار. بيعالجوا المدام المليون؟ ونعم بالله. يعني انا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله. شاكر فضلك. الحمد لله. هذا جهودك وجهود الاداره في ام بي سي. الف مبروك. أشكرك. الف مبروك. الف مبروك. لاحظ انه في واحد كان قبلك ما رد على التليفون. مأسو مالك. سبحان الله. يعني سوء حظه. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. شكرا لك يا دكتور مؤيد صائب عبد الغني من بغداد. أنا أشكرك. شكرا. أنا أشكرك. شكرا. أنا أشكرك.